استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن الخبيرة الدولية السياحية والقنصلة الفخرية للأردن في هنغاريا السيد زيد نفاع، حيث أكد نفاع خلال اللقاء أن ثروتنا السياحية بحاجة للكثير من العمل الجاد لجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة والارتقاء بهذه الثروة نحو فضاءات السياحة العالمية، لافتاً إلى أهمية البتراء والمغطس عماد السيد المسيح كمواقع جاذبة للسياحة، إضافة إلى العديد من المواقع السياحية والأماكن الدينية التي تزخر بها المملكة. المزيد في هذا الحوار. يعني أبونا أنت تريد مني أن أبرق أو أبعث برسائل إلى دبلوماسي الأردن الذين هم من أفضل كوادر دبلوماسيين في العالم. الدبلوماسية الأردنية منذ نشأتها وهي ساطعة في العالم، دبلوماسي الأردن احترامهم للآخرين، اعتدالهم، نقل رسالة الأردن، التعامل في غاية الاحترام والشفافية مع العالم، خلق للدبلوماسية الأردنية احترامها. فالدبلوماسيين الأردنيين مجتهدين ومتعلمين ومثقفين، ولكن يجب علينا أن نفرق بين ماذا يجب أن يفعل الدبلوماسي أو ماذا يجب أن يعطى، ما هي المهمة التي يجب أن توكل له كي يقوم بها. لأن دبلوماسينا أي مهمة بتعطيها ما شاء الله قصة نجاح، وأنا لا أجامل الدبلوماسيين الأردنيين من أفضل وأرقى الدبلوماسيين في العالم، وهذا يشهد له الجميع. ولكن يجب أن تحمل الدبلوماسي سواء سفير أو أي واحد من أعضاء سفاراتنا أن تحملوا رسائل عليه أن يقوم بها ويقومون بها. اليوم عندما نتحدث ما هي الرسائل، حب الوطن الكل متقاسم عليه والكل مشترك فيه، كل الأردنيين يعشقون الأردن ويعشقون تراب الأردن ومنتميين للأردن ويعشقون النظام طبعا، وهذا شيء يعني بجيناتنا، رضعنا وتربينا عليه وعشقنا. عندما نتحدث في رسائل الدبلوماسية الأردنية يجب أن يكون هناك في خارطة الطريق لدى الدولة الأردنية، وهذه خارطة الطريق تبعث برسائل إلى الدبلوماسيين ما هي المهام الذي يجب أن يقوموا فيها. إن كانت مهام سياسية يقوم بها، إن كانت مهام اقتصادية يقوم بها، إن كانت مهام ثقافية يقوم بها، ولكن يجب تحديد أولوياتنا في الأردن اللي نبرق فيها إلى دبلوماسينا في الخارج. ولكن الدبلوماسي زي يعني البارح، زي النطاسي البارح، دائما أي مكان بيفوت فيه يجب أن يترك بصمة، ويجب أن يخرج على الأقل بورقة رابحة إلى بلده، يقول أنا قابلت فلان وجبت هذه الورقة لوطني. دائما أينما تدخل كن سفيرا. وأنا طالب كنت أقول لزملائي الطلاب، مش بس السفير اللي راكب سيارة وحاط علم على سيارته أو على بيته أو على السفارة، أنت في أخلاقك، في تعاملك، في نجاحك في الدراسة، أنت سفير لوطنك. فالسفير في اعتداله، في أخلاقه، في الرسائل الطيبة اللي ببعثها للناس. لما بتعمل شيء طيب وبتنجز شيء كويس بيسألوك الناس من وين أنت؟ من الأردن، علقت في ذهنهم أنت سفير بلدك.